مساء الخير، مساء الانوار، اهلا وسهلا بالمشاهدين اينما كنتم. سحفطركم يا وجوه الخير. الليله الثانيه من ليالي بي لايف وليالي رمضان، ان شاء الله معنا تكونوا في احسن الاحوال وتقضيوا معنا احلى الاوقات. انا وساشا الليله، مرحبا وسهلا. مساء الخير بلال، رمضان كريم، الحمد لله تمام. ثانك يو قرار عز الدين، دائما هيك بوجهنا تحيه، واكيد بوجه تحيه لكل المشاهدين اللي عم بيتابعوا امسيتنا الرمضانيه. رمضان كريم لكم جميعا، وان شاء الله اليوم حلقتنا بتنال اعجابكم بضيوفها رح ينوروا برنامجنا. للي ما كان معنا امبارح يوميا رح تكون في ضيافتنا نجمات ونجوم من الوطن العربي، ويرافقنا على الهواء مباشره المايسترو بسام بدور وفرقته المشكورين اللي بينورونا مثل العاده. اهلا وسهلا فيك مايسترو. ايضا فندق ريفيرا سنويا بيكون معنا 30 ليله، لكن هو بيكون معنا اسبوعيا الشيف المحبوب فؤاد شرف. اهلا وسهلا فيك فؤاد. اهلا وسهلا شرف. عم بشوف الالوان و والمذاق راح يكون ملون اليوم. اهلا وسهلا فيك فؤاد. اهلا وسهلا. ثانك يو. ونجوم كثار بلال راح يزينوا حلقتنا اليوم، نبلش نرحب فيهم. نجم من نجوم برامج الهواة احبوه الناس لصوته وطلته المميزه، بيهوى فن الزمن الجميل والاغاني الطربيه، من حي الفنان زياد خوري. قولك يا الله يا الله يا الله، هو تقدرني حتى اقدر كافيها، لو ما كنت انت موجود بحياتي بحياتي كانت حياتي خلصت والعوض عليها. يا الله يا الله يا الله يا الله، والعوض عليها. لازم هم الكل اكيد اكيد بنرحب بنجمنا زياد. اهلا وسهلا فيك وينعاد عليك. مساء الخير وينعاد عليكم، ورمضان كريم لكم لكل المشاهدين، ان شاء الله يا رب هالشهر الفضيل يكون شهر خير علينا وعلى كل الوطن العربي. على الجميع يا رب. ولا تكمل جلستنا في اولها واول فقره، نرحب بضيفه صديقه عزيزه، اعلاميه مميزه، شاعره واديبه وممثله، مالتي تالنتد، رانيا سلوان. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. حبيت الترحيب. ايه ايه بس كان بدي شويه موسيقى اعلى. ايه ايه اعلى. طيب فينا نرجع نعيدها؟ يمكن الوصله كانت لازم لك اطول. ايه بس انا قلت فوت شوي على رواق بعدين برجع بعمل لكم العشاء. طيب هي راني قاعده هون ولا قاعده هون؟ هلا انا قلت انا قالوا لي هون. هي اللي فيها الا تقعدي هون. ايه انا لازم اقعد هون. انا بالعكس انا حسيت انه هيك لازم اقعد على الكرسي. انا حسيت هيك في رانيا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وش راكي؟ انت وينك؟ انا هون. انت وين؟ رمضان كريم. رمضان كريم، والله اشتقت لكم كثير واشتقت لقعدتنا سوا، واشتقت لهالاستوديو الحلو اللي كل سنه بكون ضيفتكم. احنا كمان اشتقنا لك، فبحس حالي هيك شقفه منكم. حبيبه قلبي اكيد بيت بيتي. ميرسي. زياد خبرنا شوي هيك خلال هالشهر الفضيل، شو كيف بتكون هيك الجمعه مع العائله؟ هلا شو عاداتكم عاده؟ نحن عاداتنا بهالشهر طبعا انا دائما كنت اقولها وبضل بقولها، هذا الشهر هو شهر صوم مبارك، كرمال كل انسان فعلا هيك يرجع لذاته، يرجع يحدد مبادئه بالحياة ويجدد مبادئه بالأحرى للأفضل. فبتجتمع العائلة أكيد ومجتمع كلنا وبكون جو من اجتماع العائلة، هذا الشيء حلو كتير. صحيح. حلو، هيدي هي رمضان اصلا باللمه العائليه، واحنا دائما نحرص بانه في برنامجنا يكون عندنا فنانين ونعمل هالاجواء العائليه، وانتم ايضا ببيوتكم بتشاهدونا ويمكن تواصل معنا ايضا على الهواء مباشره اذا حابين تتصلوا. مذيعه اذا حابين تتصلوا فالرقم موجود امامكم، يمكنكم التواصل معنا 0961113811. اكيد رح نكون سعداء لاستقبالكم يا رب. ايه شفت رغم انه كانوا مغطيين ايه مش حاب انتي بهالليتي والله، فرح نكون سعداء.
لا استقبال اتصالاتكم على الهواء مباشرة. طيب ليديز فيرست رنوش، بدنا نقول ألف مبروك على الإصدار الجديد. رجل من ضلعي. هو طلع من ضلعك فعلا؟ هو من فشتي يمكن، بس انه بس انه انا فضلت انه هيك ضلعي تطلع انعم. اي انا بعرف حدا بغنج بطريقه مثلا بتقول له لجوزها يا حبيبي يا عمري يا كبدي يا قلبي يا ما بنعرفها. لا بعيد، لا ما بعرفها. فوقت كتبت رجل من ضلعي جاني الضحك لانه تذكرتها. هلا هي ما بنعرفها، بس قاعده حدك قاعده حدك. ايه ما بنعرفها. اوكي من ضلعي وعم نشوف صورتها وفيها رجل من ضلعي. وقعني ب 27 ايار ببلديه الجديده سد، ومعه كتيب صغير اللي هو خاطر على السطر. هيدا ابنه لهيدا. اوكي. اي بيبي. طلع من ضلعه. هيدا البيبي تبعه، هيدا خاطر على السطر، كل صفحة هيك بتلاقوا فعليها خاطرة. يعني هدول يمكن بينكتبوا إذا بدك على الفيسبوك أو تويتر هيك بينبسطوا فيهم. حلو. النساء. خاصة بتعرف وقت بيكون واحد مغروم او تارك، فكله يوجد. فشت خلق. كله يوجد. تاركة جوزك، تاركة خطيبك، تاركة صاحبك، يوجد. تارك مرتك، يوجد. معذبين بعضكم، يوجد. شو بعضكم يوجد. زياد فاف، كل شيء يوجد. كل شيء يوجد. كل شيء يوجد. إذا هلا في أنتري، في البلاشو، في الدسير، في كل شيء. في ملوخية. برافو. طبعا في دجاج ولحمة. اسأل الشيف. رح نفوت ونتوغل فيها خلال هذه الحلقة ونعرف أكثر عنه. لكن شو نبلش مع زياد؟ إيه بسمع شيء منك زياد بالبداية. شو بنفتتح الليلة؟ بدكم تسمعوا منه غنية ولا مني؟ لا نحن مش متفقين. أنت الموال اتفقنا عليه. أوكي أوكي. لا سوري غلبطت، أنا الموال. والجام تبع رانيا صعبة كثير، ما بعرف من وين حتبلش، رح نشوف بعدين. أول شيء إن شاء الله تكون حبيتوا غنية ولاد جديدة، هي أهم شيء. أكيد كثير حلوة. كثير جديدة. بعدني عم أقول لك إنه كثير كثير حلوة. أوريدي قطعت على التي في، وهلا رح نغني خلينا نتكتك الأغنية القديمة. حلو يلا نتكتك مع بعض. شفت بحبك دوالي، وإذا الأيام بتعدي بدونك، عذاب وقهر بتصفي أحوالي. يابا يابا يا خلينا نتكتك على هدا، مش باقي لي قلبي حدا غيرك يا عيني. ملجأي كل كبير فاصلك، يا الكل طيبي انا اصلك ميعاني. هو عيونك لما حكيون على اخر يسأل ويدور
من خير الخير. بيتغير من بيقول انا رح اعلق رح اتمرمر. يا سبحان قلبي غير ما بيتغير اعلق رح اتمرمر. وعيونك لما حكون على اخر دنيا تكون خلينا نتكتك عن شكرا. الله عليك. شكرا مايسترو استاذ بسام ابو كفر امسي. اكيد ما شاء الله عليكم. بعدنا باول الحلقه الليله ان شاء الله راح تستمتعوا باللي راح تشوفوه مع ضيوفنا ونجومنا. راح نروح على فاصل قصير ونرجع. ما تروحوش بعيد تفضلوا. اهلا فيك معنا. وهالاغنيه الحلوه عم بيرددوها الصبايا حافظينها. رانيا حافظتها ما شاء الله. اي على الغايب. اي اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا سابين. الله اكرم ينعاد عليك بالخير والصحه. وعليكم. شو الاخبار؟
تمام الحمد لله. كله تمام؟ كيف لقيتي لنا اجواءنا اليوم؟ كيف لقيت؟ الاجواء عنا ببيتنا الجديد مش كثير لانه عم سادس مر عليكم شو بيتكم الجديد عن جد كثير حلو كثير حبيت الديكور انه اللي زدتوه على الديكور كثير حلو واصلا انتم على طول سباقين يعني حبيبتي ثانك يو هذا من جوك بعد اصداء الاغنيه لهلا الحمد لله شو الحمد لله مثل ما توقعتي يعني لهلا ايه كتر خير الله هلا شوف الفن قد ما تعطيه قد ما بياخذ بس يعني اون برينسيب لهلا نحن كثير مرتاحين من الاصداء يلي وصلنا له بس يعني بعده اسمي برا معروف اكثر من لبنان وهيدي غلطتنا يعني بس اذا الله راد هلا عم نشتغل شوي لا حفظونا الاغنيه يعني احنا كيف ما بنبرم على الراديو بالسياره بنسمع الغنيه شو قصدك الغنية دافعه كثير الغنيه حلوه سوري مين عم ينتج مين عم ينتج مين ماخذه اوكي بيعمل انتاج مسلسلات مثلا برامج ما استفدنا منك يعني عن جد ما استفدنا منك اليوم العب له براسه طب خليه يركز مع المدام شوي خليه مع المدام شوي خلص اول ما ينتج لي 10 مسلسلات رح اتذكر 10 مسلسلات لا بس عن جد يعني كثير كثير هيك كريمه ومحبه مبينه دغري من قعدتها من قعدتها مبينه سمير حضره في رمضان بفوازير رمضانيه على الاذاعه على بلبنان على الجرس على جرس كوب اف ام وبالاردن على روتانا حلو حلو طيب خبرينا كيف الفوازير وشو الكونسبت هن تقريبا غنية الفزورة مدتها بحدود 30 او 40 ثانية في مثل وفي شخصية وفي بلد اوكي فنحن عم نكون هلا هن منهم صعبين يعني ميلين على الهينين عرفت مش انه كثير بايخين بس انه ميلين على الهين يعني دغري رح تعرف انه هن اكيد كرمال العالم تربح وفي جوائز حلوة مقدمة من كذا سبونسر هون وبرا وكمان يعني حلو بدنا باخر الحلقه غير هلا حنا نسمع فزوره للمشاهدين ونطلب منهم يحذروا ويجاوبوا ويتصلوا بينا على الهواء مباشره واخر رمضان بعمل فزوره على الفنانه منفصمه سوري بتحكي معي هلا انا في شغله ما بفهمها يعني سوري مع احترامي للجميع هيدول الحزازير اللي بتعملون اللي هن كثير هينين وانه اتصلوا بتربحوا ليش مش اللي بيتصل بيربحوا من دون حزازير طب بس هيك تنحرك شوي الناس هلا ما عندك فكره ليش دارج الفوازير برمضان يعني انه من ايام شريهان لهلا انه صار عرفتي انه حلو هي شي دارج يعني شي بس الحزوره عم بتكون حزوره كثير هينه لدرجه انه مثل كانه عم نقول لهم للمشاهدين او للمستمعين انه نحن انه انتم ربحانين بس انه اتصلوا او ربحانين ما هو هيك الهدف تنسمع صوت المشاهدين شو بدك تربحنا اليوم؟ جاوبي على الفزوره ولا انا مش ربحانه شيء جاوبي على الفزوره هينه كثير اكيد هاتا شو اذا بتجاوبي حتشوفي شو حتكون جايزتي كتبنا حزازير صعبه بس ارجع على طول قول له هو اكيد بدي وجه تحيه لاحمد الجندي هو الكاتب والملحن ووسيم وهبه هو الموزع واكيد رضا برودكشن ربيع قسيس هو المنتج نحن كتبنا اشياء صعبه كيف ربيع قسيس بس انا كثير حبيت على فكره اللي حنسمعه هلا انا كثير حبيت نحييهم انه هن كتب اشياء اصعب بس انا كان على طول طلبه انه بس انه هن الغنيه انه نهينا يعني انه يلا بلا بنشوف كمان زياد بيحضر الفزوره يلا يلا نسمع الفزوره مع بعض تفضل بتغني بالصوت الشادي وما بتسكن غير البوادي بتزينها كحل وحمرة وشامي ضوء خدود السمرة بتنورها الوادي فيها من طبع الآثار عشقتها كل راح عليها كانت عم ايه هي بالاول بحكي ما انا ما بفوت اصلا كانت عم بتزعبي لا انا عم بستفسر منها انه شو الحزوره يعني هي كلمات حافظك
حافظ كل الادوار. طلع من راسي نهائيا. انا ركز على الصوت. زياد قدرت تاخذ شيء؟ صراحه بالاول كنت عم جرب ركز بس الصوت ما مش كثير. كان في هنت كثير، كان في البيديا البوادي الشامه. ايه انه بتخيلها كحله وحمراء وشامي فوق خدود السمراء. ايه عن شو عم تحكوا؟ عن الشخصيه الغجريه يعني، هي او البدو عم تستدرجها رانيا تاخذ الايجاب. ليك هي عم جد كانت عم تحكي معي، بس بنخلي الجمهور هو اللي بيعرف، ما لازم نقول الجواب. انت عن شو عم تحكي؟ عن شخصيه؟ عن شخصيه. اه سميره توفيق. يس. اه اوكي. مش عارفين يمكن انه اه ايه لا ما ت اه ايه او يس دخلت. اه انا جاوبتها المهم. طيب ليك انا حسيت فيك، انت القعده كثير حلوه وانبسطنا وتسلينا فتفضل النفل. مبروك. طيب بما انا رانيا كانت عم تحتاج كيف كله عم بيغني وهيدا، خلينا نقول شيء رانيا، شو رايك؟ ايه من هاي الطبقه. بتعرف شو صاير معي اليوم؟ شو صاير؟ متضايقه، وهي متضايقه. وهي متضايقه. يا والله مثل ما صاير معي. لكن هذا الشيء طيب عن جد مش اوكي عن جد. طيب بس رغم هيدا حنسمع هلا شيء من زياد، ولكن اذا في اتصالات ناخذوها، وتذكروا بانه يمكنكم التواصل معنا على الهواء مباشره من خلال هذا الرقم. اتصلوا وتواصلوا، في معنا اتصال ناخذوه. الو مساء الخير، رمضانكم بالصحه والهنا. الو الو نسيمه مرحبا. الو راح الاتصال، يلا معلش نعيد عليها لنسيمة. جرب مش كثير انت تحكي مع المشاهدين مثلا، انه بركي بيزبط حدا ما فينا. الو رانيا. زياد تفضل، شو بدك تسمعنا هلا؟ يلا من عند المايسترو. قدام البوابة وما
حدا منهم سألني شو كمان حزوره عن جد. ما هيك خبريه هيك خبريه كثير حلوه. مين البنت والصبي اللي بالغنيه؟ ها؟ ولا لا؟ لا اوكي نترك وسط المشاهدين على طول. تفضلوا خلونا نشوف شو في محضر لنا الشيف الليلي. يوم فؤاد شرف وريفييرا دائما بيزينوا لنا ليالي رمضان. كلنا متفضل؟ اكيد 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 كلنا يعني بالجمله كلنا يعني كلنا ايه يعني كلنا تفضل يعني كلنا الف لا كمان لورا تفضلي حضرتك عشان ال ايه ايون ايون تفضلوا تخيلوا تخيلوا لا انت ما توقف حد انت ما توقف حد فؤادو اهلا وسهلا ميرسي اهلا وسهلا فيكم كيف امبارح كان في كورنيتو بس اليوم في شيء ثاني تقريبا اليوم شوي مغيرين اليوم شغالين على الباص تاعتي الكرام القشطه مع الكرابيش الكرابيش معروف بحلو العربي اللي هو اللي عباره عن ناطف محضرين اجمالا اغلبيه الاصناف مدخلين فيها الكرابيش مثل اللي هون محضرين السابلي شوكولا على وجه الكرام هي كومبينيشن ما بين القشطه والكرابيش خلطينهم مع بعضهم عطتنا هيدي الحبه هون عاملين الكريم سافايون هو هذا عبارة عن حلو أجنبي إيطالي خلطين معه الكريم باتسيير وعلى الوش حاطين كمان كريم باتسيير مع الكرابيش محضرين كمان هونيك المهلبية مع الصوص كراميل محضرين التارت شوكولا مع الكرابيش والفرنواز دايمشين مطعم الشوكولا البرية مع الحلو العربي طبعا هيدا شو؟ هيدا تارت شوكولا تارت شوكولا هي عجينة التارت من برا شوكولا من برا هلا هلا من جوا يعني هي عجينة الكورنيش اوكي اوكي وبقلبها الكريم باتسيير مع الكرابيش ومزينة بالفرنواز ليه هيك؟ تلميذة مدرسة ليه هيك؟ يلا بلال تفضل لا ما شاء الله عم شوف انه الطول ما شاء الله هيك انه طيب بلال مد ايدك لحتى ضيوفنا توقف هلا نفوت لا نفوت ان شاء الله بس مد ايدك وانا بقلب انا بحب انه صحنه نحن ما في ننسى كانت تخلي تعبت هون خليك عم تحكي لما يشوفوني عم باكل خليك عم تحكي نو عم بحاول غطي عليك ما اكزاكتلي هيك لهيدي 10 وحده بليز طيب مش ضروري تخبر العالم كبيت مي ما جبتولي بلا ما جرسك على الهواء ولا دايت لا مش دايت بس انه شردقوني شردقوني طبعا يلا طيب التارت ايه بس انا مش ضروري تعملي مثلي يعني كل شيء ثاني انا بغار من السريع لا طيبه هيدا شوفي شايف هي هيدا طيبه مع الكرابيش لا هيدا قلت لك يبدو على الكرابيش ناخذ اتصال الو مساء الخير مساء الخير مساء النور والسرور شكون معنا معك عبير من بيروت اهلا وسهلا يا عبير شفت هون انتي بونسوار عايزه ونعاد عليك رمضان كريم لك ولضيوفك عليك الله يسلمك وعليكم شيف فؤاد سهينا هلا ثانك يو اهلا وسهلا فيك تفضلوا اهلا وسهلا شو على بالك تاكلي باكل عني قولي لي ايه يلا انت بس استحلي كله طيب ما فيني نحكي فوتي فيهم كله بدكم الزواج تفضل يا عبير سميرة توفيق غششتك رانيا السنوي تسلمي شكرا يا عبير باي ينعاد عليك الخير ما في هيك بعدين بنحط نشوف مين المشاهدين الاكثر اللي بيجاوبوا يلا رح نروح على فاصل عبال ما تكون رانيا قضت على كل البوفيه الحلويات وهذا تفضلي واخذنا راحتنا وهيك واخذنا راحتنا وبنرجع فاصل ونرجع وتروحوا شبعي تفضلوا
مجد الافراح. شكرا للفرقه المميزه لرفقتنا بحلقتنا وسهرتنا لليوم، ورح نتعرف اكثر عليها مع مؤسس الفرقه شادي الاعور. اهلا وسهلا فيك شادي. ميرسي، اهلا وسهلا، يعطيكم العافيه شباب. شادي حضرتك وايضا خيك هادي كمان اسستوا الفرقه من كم سنه تقريبا؟ ما لها زمان مؤسسه، الا من اخر صيفي الماضي. اوكي. بس هي بتضم شباب لهم زمان بيشتغلوا بهالدومين. جمعتهم من هون ومن هون. جمعناهم بالفرقة الحلوة. أوكي، خبرنا شوي شو الجديد اللي بتقدموه بهيك يعني الفرق؟ جربنا نخلق شوي أفكار جديدة، هي أنه نخلي العرسان يشاركوا معنا بالأعراس، كذا فيم كذا، اشتغلنا شوي على الكوستيمات وهيك. صح، حتى زي يعني الكمان الخاص فيكم مميز جدا، بتشتغلوا عليهم دائما في تغيير. أكيد حتى أكيد. باللوحات الراقصة شادي. أكيد أكيد، كل شهر عنا شيء، كل سنة عنا شيء، كل صيفية حتى كل عرس عنا له فكرة جديدة، عنا له رقصة جديدة عنا. وفي أغاني خاصة بالفرقة ولا لا يعني؟ أكيد أغاني... آخر واحد سمعته هيدي الخاصة بالفرقة. شو أكثر المناسبات عم تكونوا حاضرين فيها؟ مبدئيا أعراس، كذا إيفنتس، مسارح، هلا على رمضان افطارات وهيك بتكونوا موجودين. اعضاء الفرقه عم شوف شباب وصبايا كمان. مزبوط. كم شخص تقريبا بالفرقه؟ شيء 60 شخص. 60 شخص ومتنوعين اللوحات الراقصه. أكيد. نوعد مشاهدين رح تكونوا معنا باكثر من حلقه. أكيد. شادي يعطيكم الف عافيه، انبسطنا بحضوركم معنا. رمضان كريم وللشباب والصبايا، شكرا لكم، اهلا وسهلا. ومنتابع مع جلستنا رمضانيه وضيوفنا. ولك بلال. Thank you ساشا، وتحياتنا ايضا للفرقه. التصاميم الثلاثه اللي شفتوها في بدايه هذه الحلقه كانت من تصميم جيزال غصوتلي. اهلا وسهلا فيك جيزال. اهلا فيك، رمضان كريم، ينعاد عليك. ينعاد عليك حبيبي. واكيد بنعتذر من المشاهدين اللي لاحظوا انه الصوت انقطع لفتره، وهذا خارج عن ارادتنا فقط لانه في مشكله بالنايل سات، حتى الساتلايت صار عندهم مشكله. هلو انه التكنولوجي صيبت عين. لانه كنا عم نحكي عن الفنانين والدفع فقاموا خفيوا لنا صوتنا. بس بالاعاده لا، موجود الصوت بالاعاده موجود. رجعوا يعني بكره كلاس اي فنانين حضروا بكره الاعاده، في اشياء عنكم فيري نايس مسج، دو نوت ميس ات. جيزيل نورتينا. Thank you. طبعا انت كنت في برنامج بي لايف مش من زمان، لكن يمكن التصاميم اللي شفناها اليوم واللي بعد حنشوف منها فيها شويه تاتش رمضاني، في روح رمضانيه. مزبوط مزبوط، لانه هذا شهر فضيل، مشان هيك انا كمان بدي اتوجه تحيه لكل اخواننا العرب، نقول لهم يشوا على لبنان، لان لبنان احلى بلد وكله امان. فعلا فعلا. والتصاميم اللي رح تشوفوها كمان فيها امرأة تلبسها بشهر رمضان، وفيها كمان بتاخدها كمان برات شهر رمضان كمان. تستفيد منها. بس أهم شيء بدي أتوجه، لأنه بما أنه شهر فضيل، أهم شيء ما بدي حدا ينصح، لأنه هيدا شهر العالم ثلاث أرباع ما بعرف من زبوناتي بينصحوا بشهر رمضان، وهيدا الشيء كتير غلط. يعني أنه لازم أقل شيء يكون إيمانهم قوي ويخففوا الأكل. يعني أنا عم قلها بس ما عم تسمع مني، يعني ما بعرف. تسعة وأربعين كيلو صرت بس مكيفة. تسعة وأربعين كيلو. كان دائما جسمك حلو يعني، هلا مش حتمنينينا يعني. أوكي طولك. بس اللي حنشوفهم هلا جسمهم أحلى. نشوف مع بعض باقي بعض التصاميم. طول منك يا طول. نكفي نشوف بعض التصاميم لجيزيل وتخبرنا عن الأشياء الحلوة اللي عم نشوفها. هيدا عدل، خبرينا جيزيل. يعني الفساتين هن بتحكي عن حالهم، فستان سمبل، تلبسوا عرس، تلبسوا سهره، يعني ما في اي اشكال فيه. والحلو عندي بالمحل يعني شانكري، في اعمل موديل بدك اياه، يعني بدك كم اطول، بدك اياه ضيق من تحت، بدك غير لون. وبالمحل عندي كمان عندي غير مصممين ازياء، سو عندي تو ماني لوكس، يعني مش وان لوك. هيدا شك ايد كمان، هذا اليوم بياخذ شهر شك كله على الايد. كمامه كثير حلوه. ايه الكمام حلوين وكمان بينعمل غير لون يعني. نايس. في عنا التصميم الثالث.
ستايل كثير عبايه شوي عبايه ستايل يس بس عبايه ستايل يعني اذا وحده مليانه حتى لو مليانه بيعطيها كسم لجسمها لان انا كثير بهمني الخصر بالمراه بس هيدا ما في خصر بس بتحس في كسم لان حتى لو حدا محجب ما حلو يطلع مثل الكارو يعني حلو شوي يكون في منظر يعني انوثه لا حلو حتى حبيت الباك سايد وانا بحب الكالرز يعني الكالرز بيعطوا حياه للانسان لان كل كالر له قصه لا حلو حبيت اللي انت لابستيه فيري نايس ثانك يو كمان هذا من تصميمكم وكل كالر يعني اذا انت بتكره مثلا اللون الازرق بكون وقتها كنت صغير يمكن خلعك بيك كفين وقال لك البوس ازرق يعني في قصه لا اشياء كثير at the back of your mind ذكرتيني بالموضوع انا وقتها بدي اروح اول شغله بتلفت لي نظري اسود بضل اتخانق انا وناتالي بده اجي لها تحيه لانه هي بتلبسني مش معقول وحتى ربيع بس بدي اجيب شيء بجيب اسود واو دغري عرفتي وبضلوا يا عمي على طول اسود على طول اسود اوقات في ناس بتفكرني كثير بغير ثيابي بس هم بيكونوا كثير اسود عرفتي في شيء بالباك جراوند بحب الاسود رانيا شو احب الالوان عندك؟ هلا انا ميلي اكثر للكلاسيك يعني اسود ابيض هن اكثر شيء بلبسهم كمان بحياتي زيادو انا عندي اللون الاخضر هو سبيشال هلا اخضر اكثر شيء كاسبور وهيك اه نايس حلو كثير بحبه حكماوي يعني هلا حتى بالاورا تبعك في واحد عنده لون يعني انا بقرا الاورا كمان يعني كل واحد عنده لون سو حسب انت البيرسوناليتي بيكون لونك اوكي بليز انه فوكس هون فوكسي اقري في كثير اشياء بتنقرا مش بس رجل من ضلعي انت الاورا تبعيتك كحليه كحليه ايه ده يا سواد ليه كحله يعني كثير دماغك يعني اباف افريج يعني كثير جينيوس لا ما جينيوس بس انه اباف افريج يعني يور مور ماثيماتيكال يعني الله يساعدني فيما معنى نايس طيب اوكي طيب شو رايكم هلا لو تسمعونا شيء هيك مع بعض مع بعض I'm gonna make you mine.
علينا هيك التنسيق قبل دقائق قليله من الهواء عن جد فيريناس ما شاء الله عليكم. بناخذ اتصال كمان نشوف المشاهدين كيف عم بمضوا سهراتهم الرمضانيه. مساء الخير. مصوري مين معنا؟ الو الو مصوري مساء الخير ريان، كيفكم؟ رمضان كريم. وعليك الله أكرم. وعليك ريان رمضان كريم. تحية لضيوفكم زياد خوري اشتعنيله. تسلم حبيبي، نحن مشتاقين أكثر ورمضان كريم لك يا حبيبي. حبيبي شو ريان، أي جواب على الحزورة تبعنا؟ شو كان اللي بنشوف حالنا فيها سميرة توفيق. يلا ان شاء الله تكون الرابحين. شكرا لمشاركتك ريان، اهلا وسهلا. اكيد لازم كله بيربح. يلا بنكفي بنشوف باقي تصاميم جيزل. تفضلوا. اول موديل وثاني وثالث. يلا خبرينا جيزل. يا هذا ستيل تعملتي توب مع تنوره، very fresh color. بس انا بدي اتوجه لكل النساء، ممنوع ينصحوا يعني بيريد. حيزعلوا منك هلا. ما يزعلوا، بتعرف لانه كله سم. تلاقي ولد عمره 5 سنين وبطنه منفوخ، هذا this is all toxic بالجسم. Absolutely. حرام. وبعد 10 سنين رح تزيد الامراض. صح. يعني شو بيصير بس تاكل سكر عم بيتربى عليها البكتيريا. وصلت الرساله جيزال. وهون عم نشوف كمان قطعه ثانيه. جيزال عادة بتخصص هيك مجموعة لهالشهر؟ خبرينا عنه. اكيد اكيد، لان هالشهر شهر فضيل وكل العالم بتفضل اشياء محتشمة مع قمام، مع يعني ما يكون في فتحات قوية، مشان هيك بنقي الموديلات النقاية. مثلا هذا الفستان شو فكرته؟ هيدا يعني سمبل مثل ما شايف، ما في شيء قوي فيه، يعني فيها الوحدة تلبسه وين ما كان، it can take you anywhere. اوكي. وبس تزهق منه بقصر لإياه يعني. بترجع بتجيبه وبتعمله. بس انت حبيتي هيدا اللون، حبيتي هيدا الشكل اللي فيه. You know كل واحد عنده لون مفضل. ايه. يعني أنا بالنسبة لإلي مجبورة أعمل كل الألوان. سو مثل ما قلت يعني كل شيء مربوط بالسبكونشس مايند تبعك، ليه بتحب هاللون. اوكي. بنخلي هيدا الموديل، إذا في فستان آخر كمان بنشوفه. بس ما بنفللها بنخليها. سوري. بس ما بنفللها بنخليها. بس ما بنفللها بس طلعت حبيتلي. لا I want her to stay. Why did you make her leave؟ مثلا هلا الاوفر اول اخر مودة السنة. هلا كثير. بحكي هندي. انت مين؟ اوكي. اكزاكتلي. من انتم؟ حلو اللون كمان هيك. من انتم؟ ايه. Very nice. حلو. يعطيك ألف عافية مدام جزيل. عن صوت حلو. والشكل خفيف على الكتاف. ايه ما هيدي لأنه هلا في كثير ناس ما بتحب الشك. سو مثل ما بتشوفي يعني عندي بالمحل إيشونكري بتلاقي في أشياء سمبل وفي أشياء فيها شك. سو برضي كل الأذواق. حلو. ما حدا منهم بيتحرك. لك أنا هيدا التصميم أنا حبيت لايرز، حبيت كيف عامله هال كثير حلو. وانا مثل ما ملاحظ بركز كثير على الخصر. لان حتى حدد الخصر اكثر. لان حتى لو وحده عندها ارداف كبار بس يكون خصرها صغير بيعطي فيري نايس شيب. واهم شيء المره ما تعجبني. بس خليهم واقفين ثلاثتهم هون، كامل فوت ثالث وحده. معلش عم بعمل كوريوغرافي للمودلز لايف، اتس نايس. وهذا كمان كله على الايد. nice. شك على الايد. هلا ممكن على الطلب مثلا غير لون بيتنفس كمان. exactly. لون اللي بدها اياه بيتنفس، ما في مشكله. اوكي نرجع نشوف الثلاثه مودلز مع بعض بيجوا على السنتر اوف ذا ستيج. توداي مثلا وي كان دو ات، يس 3 اوف ذيم اون ذا ستيج. First dress beautiful Giselle, second dress amazingly beautiful, the third dress is not your dress Giselle. بس حبينا نعمل فيكي ده انه انا
انا عم بدي اسالها انه اذا الموديل اللي عم بتعملوا فستان قصير ما هيدا وانا ماشي معه يعني بدي اشرحها للدرس المحصله فيه يعني انه اذا بس اكلت الدرس زين اكلت بس ما شاء الله عليك قديش بروفيشنال وقالت انه لا هيدا مثل ما عم بتشوفوا انا ما خصني فيه بس انه انت شو قصه هالفستان شو قصه هالفستان بتعطوا تطلع ابلع مش بتليها يلا اكيد قلت التيم تبعي هو اللي لبس فستان غير فستان لا بس عن جد حلو هيك انه ما تاثرت مبسوطه مبسوطه باي ذا واي التيم تبعك ما بيعرف شيء فاحنا بس لبسنا الفستان فهيك جيزيل بس مصممتنا عملنا فيها ضرب لبسنا ون اوف ذا مودلز فستان مش من تشكيلتها ولا من تصميمها بس شفنا قديش هيك كانت رياضية والله رياضية رنوشة مش على اساس بدنا نسمع شيء ليه خليت حدا يحكي؟ عم بقلبي حرام عليك انا عم بقلبي لا دونت سي ذات خليت حدا يحكي خليت حدا يتنفس بعد ما طلع صوتي من اول حلقة بعد ما طلع صوتي من اول حلقة هي مش ما بدها تقول انه اصلا اكلت كل شيء من كثر ما حكيت راح الصوت انقطع النايل سات زعل منها كله من وراكي حياتي كله سايبة هيدا بعده ما سمعوا هيدا هيدا كله سايبة عين وحياتك كله سايبة عين هيدول العيون الحول مش كرمال هيك يعني مش ايه ايه مش على البلاش يعني هاتي لنشوف هيدا الرجل من ضلعك شو بيطلع منه على فكرة رجل من ضلعي ما انت بس سألتني عن العنوان وشو قصدي فيه ما هلا اوكي رح خبرك يلا تفضلي تيك تو رجل من ضلعي هي مش فكرة انه هو الرجال اللي من ضلعي يعني اللي انا بحبه هلا هي فيها كل مرة تاخدها مثل ما بدها مثل ما بتغنج مثلا ساشا فيها تقول له انت رجال من ضلعي يا ضلعي طبعا بتغنجه فيها وحدة تقول له لابنها انت من ضلعي لانه بكون شقفة منها انا وقت اللي بقول له للرجال انت من ضلعي لانه هو بالاساس المرة هي من ضلع الرجل والرجل هو الاقوى والرجل هو المسؤول والرجل هو كل شيء والمرأة هي الاضعف فوقت اللي منوصل لوقت سوري مع احترامي للكل يعني بتقل في رجال وبتصير المرأة هي الأقوى والرجال هو الأضعف فطبيعي أن أقول له أنت رجل من ضلعي واو very nice رحبة جيزيل أنه it's nice يعني what she's saying أنه هو مجازة يعني الفكرة مش أنه أنت رجال من ضلعي يعني بس هيزعلوا منك هلا أنا ما قلت بطل في رجال أنا قلت قلت رجال الرجال بأي معنى اللي عم بقوله مش أنه قلت رجال يعني بمعنى الذكورية مش هيك عم بحكي أنه قلت رجال الرجال هيدا الموقف الرجال التصرف الرجال الكلمة اللي بيقولها اللي بيمشي فيها الرجال اللي بس يحط إيده على شواربه مثل ما كان جدي وجدك يعني خلص لو بده حط السكين على رقبته ما بغير هيدول بطل في منهم هلا هلا بطل في منهم صار كله صايع اوكي كله شو صايع لا بدل في انتبه ما قلت ما في انا اللي عم بقول انه قله كثير انا هيدا اللي عم بقوله ما عم بقول ما في رجال التربيه بالبيوت طبعا ما انا ما عم بقول لك ما في رجال انا عم بقول لك قله رجال يعني قبل كنت نفترض تشوف كثير رجال وقليل هلا صار بتشوف الاكثريه يلا شو بدك نقرا شو عبي شو بدكم عم بيقول شيء لانه ايه لانه حتقولي عم تحكي من وحي من وحي الصوم ومن وحي رمضان يلا رح نحكي عن رجل لن اصوم عنه كيف اصوم عنك وانت من يزرعني سلاما ويحصدني ايمانا كيف أصوم عنك وأنت موطني الذي ألتجئ إليه فيأتمني على الصلاة؟ كيف أصوم عنك وأنت من ينقيني من إثمي فأتوب عن كل رجال الأرض؟ حياتي ملكك ليست بقدر وإنما عن سابق إصرار وتصميم قلبي أجراس تملأه فتزيد الأنين ويغني اللحن اسمك يا من بدمعي عرفت بك السعادة خذني أينما شئت ولكن أبقني في حواسك كي أحيا معك
كل دقيقة من عمر أيامك. حلو كثير، حلو كثير. طيب لا، في رومانسية وفي حب وفي هيدا، وين هالتهكم على الرجال لا أنا مش كل الوقت على فكرة عم بتهجم على الرجل، بالعكس في مطارح عم بتغزل فيه، يعني هون كنت عم بتغزل فيه، برجل من ضلعي ما عم بتغزل فيه. بس هلا بدنا نشوف مع زياد كيف بدك تغزلي فيه، لأنه هلا في عندكم انترفيو 1 تو 1. انا ما بتغزل بالرجال، انا بتغزل بالرجل على ورقي. انا اتصرف بالرجل على ورقي، لانه الرجل انت عم تفكر فيه يمكن مش موجود، يمكن على الورق. هي الرجل بتاعها حطته في كتاب وسكرت عليه، بتفتح كل مره بتقراه وبترجع بتسكر. انترفيو 1 تو 1 ريس الوان مع زياد، تفضلوا. مفاجاه هيدي. ايه مفاجاه، شوف هذا البرنامج لازم كله مفاجات. من هونيك؟ يلا رح نشوف رانيا هلا شوي ترجع في دور المذيعة، تقرأ الأسئلة الموجودة أمامها على الشاشة، وزياد رح يجاوب على الأسئلة. ما عم نسمع نحن. إيه شو الخبرية؟ السؤال الأول. قلت عن السوبر ستار راغب علامة، أنا سعيد لمغادرته لجنة تحكيم أرب أيدل، البرنامج أفضل بكتير من دونه، مزبوط الحديث؟ شو؟ مين كاتب هالجملة منكم أنتم موجودين هون؟ أنت قلت إنه أنت مبسوط إنه راغب علامة ترك اللجنة وهي اللجنة أفضل من دونه. أكيد ما قلت شيء من هالحكي أنا. مين قاله؟ مين ماخذ؟ أول مرة بشوف هيك شيء، هيك كلمات مركبة. يعني معقول يكون في حدا مثلا عم يتعدى عليك كلاميا؟ ايه طبعا، من البرنامج من هون مركبينها اكيد. طيب انت شو برايك الموضوع؟ حتى الصحافة ركبتها زياد، وشوف حاطين انه زياد هيدا تصريح سعيد لمغادرة راغب علامة أرب أيدل، البرنامج افضل بدونه. والله شو مكتوب تحت؟ لنشوف. بحديث خاص لموقعنا صرح نجم برنامج أرب أيدل زياد خوري انه سعيد جدا بمغادرة السوبر ستار راغب علامة من لجنة تحكيم البرنامج، معتبرا انه البرنامج بدا افضل واقوى بدونه. هيدا اي موقع؟ هيدا بس اخذنا سامبل من احد المواقع، فيمكن انت سرقت موقع. بس اي موقع لانه اكيد غلط الحكي. بس عيب زياد انك انا ولا مره إيه هيك. بس عيب انك تحكي هيك حكي عن سوبر ستار. وانا ولا مره قايل هيك. طيب والبراهين اللي قدامنا؟ هذا موقع فيك اكيد. أنا موقع فيك، اوكي. خلينا نشوف السؤال الثاني بعدين اسم الموقع. اوكي لنبهدله. عندك حق التبرير بعدين. السؤال الثاني صديقتك بتعاني من رائحة فم كريهة، كيف بتصارحها بالموضوع؟ عرفي شو يعني صديقتي بالاول. صديقتك يعني انه اكيد مش رفيقتك، يعني انه حدا بدك تنبسط بريحه تمه بالمعنى. ما بتكون صديقتي. طيب شو بدك سمي لك اياها؟ صاحبتك؟ حبيبتك. كيف بتصارحها بالموضوع؟ خليني اسالك، حبيبتك كيف بتصارحها؟ كيف بتصارحها بالموضوع؟ بالله يسلم لي ريحه تمك، كيف ما كانت حلوه بشعه، مهم هي شخصيتها من جوا، مش مهم ريحه تمها. النظافة ما كتير بتهمك؟ أكيد، بس في ناس عندهم ريحة تم وهن كتير نظاف، هذا بيبقى شيء بالجان عندهم. إيه بس هذا الشيء ما بتساعدها يعني كرمالها تغير ريحة تمها؟ إنه ما بعرف إذا في طريقة طبية أو شيء، إيه ما عندي مشكلة أكيد. هلا بعلمك تحت الهواء. السؤال التالي. مقربون منك يهمسون بأنك مغرم بسيدة كبيرة في السن ولكن ثرية. ما صحة هذا الأمر؟ شو قصة أخباركم هون أنتم يا عمي؟ رح تجننوني. اعترف يا زياد، اعترف. زياد شو قصة المرة الأكبر منك بالعمر؟ أنت بتحب، يعني شو بتحس؟ بتحس بحنية الأم؟ ولا بتحس شو إنه مثلا ذكريات التيتا رجعت؟ لا إنه بس خبرني شو بتحس؟ ليك أنا مغرم، ما رح أقول بمين. مغرم بمين؟ بسيدة كبيرة؟ إيه وسرية كثير. طيب ما صار لك ساعة قاعد عم بتنق على الهوا، ما معك مصاري تعمل أغنيات. يعني. وإجت وحدة ومعها مصاري. إنه معك عندك وحدة معها مصاري. سرية ما قلنا مصاري. سرية شو يعني؟ سرية يعني غنية، بس ما عم نحكي ماديا.
لا ثريه هي جايه من الثروه يعني والثروه هي يعني غنى. لا مش ضروري مصاري الثروه. لا لا تعال شرعني هلا بالكلمات ولا بالعبارات. ثريه يعني ثروه. المغرفية انا هي بعده. طيب بيقولوا انك على استعداد لدفع مبلغ طائل لقائديه مع احد المشاهير. من مين هو الفنان اللي مستعد انك تعمل ديو معه وانك تدفع له؟ مين الفنان المستعد يدفع لي تعمل ديو معه؟ لا بدنا نروق شوية تواضع لانه صراحة ما معي يمشي بس كرمال هيك اوكي لا هيك فضل انا جبني هالاسئله بس عم بفكر وليكو اكيد بدي ارجع للبدايه عن جد اللي من قال عن سوبر ستار انا ما عندي خبر فيه بس قولوا لي اسم الموقع حلال لا دغري لا هدول كلهم مركبين هدول كلهم مركبين من الشبيبه اكيد تخيل سوبر ستار رغم علامه واكيد بعرف انه تفضل بس بدنا نقول للمشاهدين انه كل هذه الاسئله مفبركه وكل هذه التصريحات مفبركه من فريق البرنامج حتى الموقع والويب سايت ايضا مفبرك فحبينا بس هيك زياده بكل محبة يكنها للسوبر ستار راغب علامي و... طبعا حبيب القلب بس انت مش بس انا انت كمان انت كمان انا انا دغري بوجهي انا ما بسكت دغري بعد في انا وياك هلا شو بتقولوا لنا ما رح نسافر جواب الحظوره اكيد كان سميرة توفيق الفنانة الكبيرة اللي بنحترمها وبنحبها كثير 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 وبنتمنى ان شاء الله يا ربي تلقانا ونلقاوها في هذا الشهر المبارك ونتمنى لها طولة العمر شو ربحت؟ شو؟ ما أنا جاوبت بعد الرحلة بعد أخت الدور يلا مش حيربحوا كتير من عندك؟ مش هيدي هي جائزة المشاهدين؟ طبعا طيب تفضل هيدا الكتاب أكيد بس أنا شو بدي أربح؟ أنت حتربحي هلا بنشوف جبنا لك العلبة اللي حنحط لك فيها المونة المونة؟ المونة المونة رمضان الشهير شو بدها أكثر من هيك عن جد؟ جيزل ثانك يو سو ماتش ميرسي لإلك ميرسي لإلك والله بس ينعاد عليك بخير والصحة ثانك يو سوري على الدرج يعني ان شاء الله ما يكون كثير لا بتعرف المشاهدين دائما بدهم something exciting ما فيك ضلك monotonous absolutely اللي عم تعملوه amazing حبيبتي ثانك يو سو ماتش ثانك يو ورانيا كمان انبسطنا بحضورك معنا هلا ثانك يو ساشا ميرسي لإلك احكي عن نفسك ساشا ميرسي لإلك ساشا ميرسي للمذيع اللي حدك وانا مثل العادة برومو جاك بدي اشكر اللي اهتموا فيي اليوم بدي اشكر شعرات ميغو ايفازيان ثانك يو لميغو وثانك يو لتقلى الشديا اللي عملت لي ميك اب وما في رفراف اليوم اوكي لا اليوم جينا جراوند فلور بالعاده بيكون في اللي على التليفون ما تنسى الرفراف لانه عاده بكون في شيء بومبي من هون ميرسي لكم وميرسي للال جي سي ورمضان كريم لكل المشاهدين ينعاد عليك بالخير والصحه رنوش وسابين ثانك يو سو ماتش ينعاد عليك بالخير والصحه انا كمان بدي اعيد الكل وبدي اقول للي بالاردن انتظروني لانه انا جاي بعد شي اسبوع تقريبا وكمان اكيد بدي اقول مرسي لناتالي دكاش كثير بعذبها معي هي بتهتم فيي وماجي اليوم عيني ما وقفت بكي فحرام شي خمس مرات ماجي فارس وحيها كمان بدي اقول لها مرسي بدي اقول لجوني مرسي كمان على طول بيهتم فيي لصالون جوني الكل يلي بيوقف حده اكيد ربيع تحياتنا لإله اكيد زياد ونورتنا تسلم ميرسي كثير لإلك انتم منورين اصلا البرنامج اسم الله من امبارح عن جد يعني العالم تنطركم الله يسلمك نحن بشرفنا نكون موجودين معكم دائما احنا بالاكثر بنعيدكم عيد كل الجمهور اللي عم بيتابعنا رمضان كريم بنطر دائما اعمالك وانا بدي اشكر كل اول شيء ببلش بعائلتي الصغيره عن جد هن حدي دائما وبدي وجه تحيه كمان لجورج شوقي اللي هو من اقرب عيد اللي هلا واقف حدي بكل اللوك اللي عم بيطلع فيه حلو تحياتنا لك تحيه لكل ضيوفك الموجودين اكيد ميرسي كنا خفيف الظل على المشاهدين ونختم معك وعلى صوتك فثانك يو لوجودك معنا ميرسي كثير تحياتنا لكل المشاهدين ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بنلقانا غدا ان شاء الله في ليله ثالثه من ليالي رمضان في بي لايف انتبهوا لي على حالكم تصبحوا على خير يا وجوه الخير مايسترو ثانك يو فؤاد ثانك يو دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين 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 قولي يا دار يا دار قولي لي
وديش الجم في ربي اسمه كريم ساعة المحن ستار في ربي اسمه كريم ساعة المحن ستار راحوا فين حبايب الدار فين 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 قولي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار دار يا دار يا دار يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايب الدار فين 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 قولي يا دار ميرسي.